خرج الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطيم في ذكرى تأسيسه 6 بالعاصمة نواكشوط. وقد عرفت المسيرة مشاركة عدد من القادة السياسيين المعارضين، كما أوفد المترشح محمد للشيخ محمد أحمد ممثلين عنه للمشاركة فيها. وقد خرجت مسيرتان، إحداهما انطلقت من أمام مسجد المغرب باتجاه ساحة مسجد ابن عباس، بما انطلقت الأخرى من سوق عثمان باتجاه ملتقى طرق المعرض. ومعنا في الاستديو المعلوم وللمعلوم عضو اللجنة الدائمة لميثاق الحراطين ومسؤول التعبئة والتحسيس. أهلا وسهلا بكم المعلوم، شكرا لكم على هذا الحضور. بداية، ما هي أبرز الرسائل التي حملتها المسيرة اليوم؟ شكرا لكم. بداية أشكر قناة المرابطون على هذه السانحة. ميثاق من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحراطين ضمن موريتانيا متصالح مع ذاتها، هو ميثاق وطني يسعى لإبراز صورة موريتانيا الحقيقية متصالحة مع ذاتها من خلال جميع مكوناتها وشرائحها. وقد نظم مسيرته السنوية اليوم تحت شعار حل مشكل الحراطين، ضمان للتعايش الموريتاني، ضمان للتعايش الوطني. وهذه مسيرة تأتي بعد عدة مسيرات نظمها الميثاق ووجه من خلالها عدة رسائل، لكن من أبرز الرسائل التي وجهت من خلال هذه المسيرة هي أن الميثاق أرسل رسالة قوية وواضحة إلى جميع الموريتانيين أن جميع الموريتانيين مدعوون إلى الوقوف صفا واحدا من أجل حل مشاكلهم وقضاياهم، وأن الميثاق يأخذ على نفسه العهد أن يسير في طريق حل المشاكل ضمن موريتانيا متصالحة مع ذاتها، وأن هنالك مشاكل حقيقية ومن أبرزها قضية الإحراطين، سواء ما يتعلق منها بالعبودية أو ما يتعلق منها بمخلفات العبودية. طيب، لوحظ حضور قادة سياسيين من المعارضة ومن الموالاة، هل لأن الموسم السياسي أم أن الميثاق يوحد ما أفسدته السياسة؟ طبعا الميثاق يوحد ما أفسدته السياسة، والميثاق يربط أواصر المجتمع والأواصر السياسيين فيما بينهم من أجل حل مشكل يجب على الموريتانيين كلهم أن يعملوا من أجل حله. طبعا نحن لا ننسى أن هذه المسيرة تأتي في ظرف سياسي دقيق قبيل انتخابات رئاسية وشيكة، وبالتالي أراد ميثاق من خلال توجيه رسائل وتوجيه دعوات إلى مرشحين وإلى رؤساء أحزاب سياسية أن يضع مشكلة الحراطين وأن يضع القضايا الوطنية الكبرى أمام الساسة ويحملهم مسؤولية. هذا فيما يتعلق بالرسائل، ما هي المطالب؟ طبعا مطالب الميثاق هي مطالب ثابتة والكل يدركها والكل يعرفها بحكم المطالب المتكررة التي يقدمها الميثاق، ومن أبرزها هو مطلب العدالة. نحن نريد موريتانيا عادلة بين أبنائها، موريتانيا متصالحة مع جميع مكوناتها، موريتانيا متصالحة مع ذاتها. والمطلب الأساسي هو أن فيه مكون أصيل ومكون كبير من مكونات الشعب الموريتاني مغبون ومظلوم وما زال بعيد عن سدة القرار، وهو مكون الإحراطين. وعلى ذلك الأساس تنزلت هذه المسيرة من أجل أن تكون صرخة في وجه الغبن والتهميش الذي تتعرض له مكونات الإحراطين منذ تأسيس الدولة الوطنية وما قبلها. طيب، الميثاق تأسس منذ 6 سنوات وطرح وثيقة، ما الذي تم تلبيته من المطالب التي حملتها وثيقة التأسيس؟ الميثاق هو هيئة جامعة لكل الطيف الحقوقي ومنفتحة على كل الطيف السياسي، وقدمت وثيقة تعبر عن تشخيص واقع موريتانيا بشكل عام، لكنها ركزت على واقع الحراطين نظرا لما يتعرضون له من ظلم وقبن في الدولة الوطنية. لكن الميثاق ليس جهة تنفيذية يمكن أن ينجز هذه الأهداف، لكن المسؤول الأول والأخير هي الدولة، هي المسؤولة. الدولة هي المسؤول، لكن قدمتم مطالب التي أوردتها هذه الوثيقة، ما الذي تحقق منها حتى الآن؟ المطالب التي أوردتها، نحن في النهاية نحن جهة اقتراح ولسنا جهة تنفيذية. حاولنا في أكثر من مرة أن نتواصل مع النظام من أجل أن يرد على هذه الوثيقة، لكنه حتى الساعة ما زال لم يرد على مطالبنا، وهي
إشراك مكونة الإحراطين في كل ما يتعلق بقرارات الدولة الموريتانية في جوانب الاقتصادية وجوانبها السياسية وكذلك الجوانب الاجتماعية التي تظهر غبنا كبيرا مسلطا على مكونة الإحراطين. طيب أنتم في الميثاق إلى أي حد ترون أن أساليبكم النضالية المتمثلة في الندوات والمسيرات إلى غيره كفيلة بتحقيق مطالبكم؟ طبعا نحن انتهجنا خطا سياسيا خطا نضاليا سلميا، وهذا الخط النضالي السلمي طبعا ليست الندوات وليست المحاضرات وليست المسيرات الا عناصر الا اجزاء من هذه من هذا النضال السلمي الذي هو عباره عن نحن قمنا بثلاث. هي كفيله بتحقيق هذه المطالب؟ لا، هي ليست كفيله، هي لكنها ترسل رسائل للدوله، ترسل رسائل للقائمين على الشان العام ان هنالك مشاكل حقيقيه، ان هنالك واقع مزري، ان هنالك مكونه مظلومه ومضطهده، وانه ان الاوان ان تكون الدوله أن تأخذ الدولة مسؤولياتها من أجل أن تحل قضية الإحراطين. إذن المعلوم وللمعلوم عضو اللجنة الدائمة لميثاق الإحراطين ومسؤول التعبئة والتحسيس، شكرا جزيلا لك.